شخصيه بناء العربي بناء الجزائري. هذا بناء الجزائري تحس بروحك راك في لاكازبا قصبة الجزائري. راك متواجد في محل عمار لسوق الصناعه التقليديه، الدور والفحم والمارطو، هذه طرق كامل ومن بعد هذه النهايه تاعو يكون جاهز. العظم ونخدموه بالاتل، وكاين حتى اللي يخدموا بالنحاس. كما مازلنا محافظين على الشكل العام تاع الموسبوس عادي قاعد في القديم. اللي هو هذه. اكزاكت. انواع مختلفة. كنت لاحظت. ما تحطش معاك المالزية. لبس لها روبا مسعادي. هو المسعادي. الشكل العام تاعها. رائع. وكاين انواع وحنا راح نعطيوك هدية تاعنا ماذا بيك. هذه مرة ثانية اللي جينا. عجبتهم مسعادة الجندورة مسعادة. أبدأوا فيها تطور كبير. هل هي مستوردة ولا هي؟ لا هي محلية جدا، هذه تكريسة في الغرب، هذا اللي هو في الغرب لأنه ما يحش البي عارفين بابا؟ عارفين بابا. في قمة السعادة في مدينة السعادة، وأخذتها كوعد قطعتها على أهل بوسعادة أن نرجع لكم إن شاء الله مرة أخرى. وفي رحلة مسار الهضاب هي المحطة الأطول توقفا فيها. الناس اللي يجوا يسكنوا هنا ما يحسوا أنهم في جو فندقي أو عالم افتراضي، بل يحس أنه هو في منزل وفي إقامة منزلية. يعني أنا بإمكاني أخذ الموس البوسعادي وأروح أوروبا وأقول هذا موس جزائري، اي ولا اي شخص من اي ولايه، من كثر الاشياء اللي موجوده المتميزه اللي تختلف عن باقي الولايات، بامكان لاي شخص جزائري ان يتفاخر فيها ويقول انا هذا عندي، يقدر يقول انها بوسعادي هي جزائريه بامتياز. وكل جزائري يحق له الفخر في هذه المنتجات الجميله والصناعات اليدويه والابداع والرسومات والرسم بالرمل واشياء والجلديات والسجاد وكل شيء امامي، وين ما التفت القى شيء في ابداع.